الدكتور زهران جبر. لا لا وابدا احمد، انا حاضر بالجنب والله. لن يبقى ان شاء الله عشان وقت استاذنا اللي فيها الدواوين عندنا قبض الريح وحصاد الوهم وثلاثين المساء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم جميعا. المنصة ثم من كنت واجهة. جزاكم الله خيرا على تجهودكم والسعادة لسماع هذه الندوات العلمية الطيبة التي ربما نتابع أستاذنا الأستاذ الدكتور حسام عقل بنشاطه الثقافي الكبير الماتع في ندواته وفي حاله وترحاله وتشريفه وتشرف الندوات به. ويمكن أكثر مما يجذبني إلى ندواته تلك الندوة التي يرأسها في جمعية عافية النوبية. وصلنا ذهب. فيعني يمكن ربما أنا متابع ولكن من بعيد ولأول مرة أشرف برؤية هذا الوجه النير والقلب السليم والعلم الوافر والتاريخ الثبت وهذا الاستطراد العلمي في هذه المحاضرة التي أفدنا منها كثيرا والذي يعني ربما بل أكيدا بين لنا يعني جوانب كانت تخفى علينا في أستاذ الدكتور صادق. لماذا؟ لأن أستاذ الدكتور حسام عقل هو كما قال أستاذ الدكتور محمود خليل يفكر كما يتكلم ويتكلم كما يفكر، فهو قد يعني أخذنا في هذه الرحلة العلمية العميقة الطيبة وهو يدرس لبعض نتائج أستاذ الدكتور صابر رئيس الرابطة، فيعني أفهمنا كثيرا مما كنا نغفل عنه وأشار إلى كثير من المواضع التي صراحة وبكل أمانة وأنا يعني كما يقولون خدمه وصديقه ورفيقه في الدراسة. نحن يعني توأم في الدراسة، زملاء الدراسة ربما زملاء تختم كما يقولون في كلية اللغة العربية، وهو ربما لأن كان وطنيا إلى حد بعيد خدمته في الجيش ربما يعني أخرته عاما، ولكنه ما شاء الله سبق الجميع كالرهوان. بارك الله في وفي عمري. سبقنا وسبق رفقته وإخوانه وصحبه بهذا النشاط العلمي السر يعني الذي يعني محيط لا ساحل له. وكما قلت دلنا أستاذنا الدكتور حسام عقل يعني على كثير ما كنا نغفل عن نقاط الإبداع عند شاعرنا وأستاذنا الدكتور صابر عبد الدايم. والله ما كنت يعني أحسب ويعلم الله أن هذه الطرق التي غاص عنها وفيها أستاذ الدكتور حسام عقل يعني تمتلئ بها جعبة كتابات أستاذ الدكتور صابر. الدرة إنما تحتاج إلى غواص، وكان الغواص لا هو غواص فقط فيما قدمه فيما قرأه الدكتور صابر،
ولكن كعادته وكما اشتهر عنه وكما عرف به أستاذ الدكتور حسام عقل هو ذلك الرجل الذي يفكر ويفكر ويعقل ما يقرأه ثم يعني يسجيه للآخرين يعني شرابا طهورا. بارك الله وشكر الله وشكر الله له ولا أريد أن أطيل. فالشكر كل الشكر لهذه المحاضرة العلمية العميقة التي قدمها وأفدنا منها وأدام الله عليه صحته وعافيته وكثر من أمثاله وأفاد به العالمين وطلاب العلم وشداة المعرفة وكل من له يعني شهوة العلم أو المعرفة أو من يستبق إلى العلم والمعرفة. وهذه المعلومات القيمة التي أجانا بها نشكره عليها شكرا عميقا يعني لا حد له. بارك الله لنا فيه وفي المنصة وكل الحاضرين وشكرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم.